مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إلى نشرة إخبارية مفصلة. البداية كالعادة بأبرز العناوين. المجتمع الدولي يستعد لعقوبات ضد مسؤولين يمنيين، وأنباء عن توجه لحل البرلمان. صنعاء مسيرة حاشدة تحذر من محاولات الالتفاف على أهداف ثورة الشعب السلمية. اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث المنصورة تجتمع في عدن. 300 شهيد في 3 أيام في سوريا، ومؤتمر الحوار ومؤتمر المعارضة السورية يختتم أعماله في القاهرة. أهلا بكم. برعاية رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وبحضور دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، حفل تدشين جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وتخرج دفعة اليمن أغلى. وفي الحفل جرى فتح باب التبرعات، الأمر الذي قوبل بتفاعل واسع وحماس منقطع النظير في خدمة كتاب الله حفظا وتفسيرا ومنهج حياة. استقبل أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر. وفي اللقاء جرى بحث المستجدات العملية السياسية في اليمن ومتطلبات الفترة الانتقالية في ضوء المبادرة الخليجية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني. الشيخ حميد الأحمر رحب بالجهود الدولية المبذولة في سبيل إخراج اليمن إلى بر الأمان وإنجاح التسوية السياسية في البلاد، مؤكدا أهمية السير في طريق تعزيز قدرة اليمنيين على الوفاء بالالتزامات الخاصة بالفترة الانتقالية، وذلك من خلال تهيئة الأجواء الملائمة لتحقيق التوافق الوطني بين أطراف العمل السياسي بما يضمن الوصول بالحوار الوطني الشامل إلى مبتغاه والمتمثل في ترجمة تطلعات الشعب وبناء اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة القائمة على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. من جهته جدد المبعوث الأممي جمال بن عمر التأكيد على وقوف الأمم المتحدة إلى جانب اليمن لتجاوز التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى استمرار متابعته لمستوى الإنجاز في تنفيذ قضايا المرحلة الانتقالية والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني وانتخابات 2014، موضحا بأن مجلس الأمن في اجتماعه الأخير قرر وبالإجماع اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يعيق التسوية السياسية في اليمن أو يضع العراقيل أمام قرارات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني. حذر شباب الثورة بصنعاء اليوم من أي محاولات للالتفاف على أهداف الثورة الشعبية السلمية. جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة نظمها شباب الثورة عصر اليوم. المسيرة انطلقت من باب اليمن مرورا بالسائلة وشارع القاهرة وصولا إلى ساحة التغيير، وهتف الثوار خلال المسيرة بمحاكمة المخلوع وأعوانه الذين أجرموا بحق الشعب اليمني. ودعا الثوار إلى الإفراج عن المعتقلين فورا والإسراع في معالجة جرح الثورة، كما دعوا الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى استكمال هيكلة الجيش وإقالة الفاسدين من جميع المرافق الحكومية بخلاف القرارات الأخيرة التي جاءت عكس ما يتطلع إليه أبناء الشعب في التغيير والبناء والتطوير. وحيا شباب الثورة صمود الشعب السوري في مواجهة آلة القتل والدمار التابعة لنظام الأسد الدموي. وأكد أحرار وحرائر اليمن على الاستمرار في الفعل الثوري حتى تتحقق كافة الأهداف التي خرجوا من أجلها. Thank you.
أكد شباب الثورة بصنعاء أنهم سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني ضمن محددات أهداف الثورة الشعبية السلمية، وندد الثوار بالتدخلات الخارجية التي تهدف إلى الضغط على شباب الثورة بهدف ثنيهم عن الاستمرار في التصعيد الثوري. المزيد في الاستطلاع التالي. الأجنبية السافرة في جهنمنا الداخلية، وأن شباب الثورة يؤكدون على إصرارهم ويعني وسيرهم نحو التصعيد الثوري والحسم الثوري لاجتثاث واقتلاع بقايا نظام المخلوع علي صالح. ضروري من التكاتف في هذه اللحظة ووفاء لدماء الشهداء وفي تحقيق في سبيل تحقيق أهداف ثورتنا الذي قمنا من أجلها. لا يتم الحوار بعد هيكلة الجيش، لأن لا حوار بدون هيكلة الجيش. لا نسمح لأي واحد سواء اتحاد أوروبي أو أمريكان أو أي أحد أنه يكون وصي على ثورتنا، لأن إن شاء الله منصورة ثورتنا وسنحقق جميع أهدافنا بوحدتنا، لأن وحدتنا في قوتنا. هيكلة الجيش وإخراج المعتقلين والأخذ بدماء جميع الشهداء، هذه هي مطالبنا، لن نتنازل عنها مهما كان، وهذا هو الشيء الوحيد الذي وحد جميع الشباب المستقلين والحزبيين وجميع أطياف الشعب اليمني، جمعتهم أهداف الثورة لا غير ذلك، ولا حوار تحت هذا السقف. لا نمانع الحوار، ومع أنه ندخل نحن كشباب متحدين نتكلم باسم ثورتنا وباسم أهدافنا وما نريده نحن من تحقيق لأهدافنا. نرفض الوصاية سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن نحن نمثل الشعب بجميع شرائحه وفئاته. نحن الشباب الذين عانينا من التحطيم، من القتل، الإرهاب، الخطف، الأسر، إذا نحن نمثل آبائنا وأمهاتنا وإخوانا وجميع شرائح الشعب. إذا عندما نعطي حق لأي جهة داخلية أو خارجية فإننا كأنما نعطي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. الأمر يخصنا، الشعب شعبنا، الثورة ثورتنا، الثروة ثروتنا، الجيش جيشنا، الأمن أمننا، والوطن وطننا، والوحدة وحدتنا، ما لأحد فضل ولا منا علينا. نظم شباب الثورة مسيرة نسائية ورجالية حاشدة من جولة الشهداء في ساحة التغيير إلى مقبرة الشهداء. المسيرة تأتي وفاء لشهداء الحرية والكرامة وتجديدا للعهد وبالانتصار لتطلعات الشعب ومواصلة النضال السلمي حتى تتحقق كافة أهداف الثورة ويحاكم القتلة وتبنى دعائم وقواعد اليمن الجديد. أقسمنا يمينا لهؤلاء الشهداء أننا لن ننساهم، أننا لن ننسى دماءهم التي رووا بها هذه الأرض الطيبة من أجل يمن جديد ومستقبل أفضل. نحن على دربهم سائرون، نحن على مسيرتهم ما زلنا مناضلون. التقى قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن صالح اليوم مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، وفي اللقاء جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تمثل خارطة طريق للتحول السياسي ونقل السلطة. اللواء علي محسن أشاد بالدور الفعال الذي يقوم به ابن عمر، ومن جانبه عبر المبعوث الأممي عن ارتياحه لما تحقق حتى الآن من بنود المبادرة، مشددا على ضرورة استكمال إجراءات نقل السلطة. ألقت وحدات من الفرقة الأولى مدرع اليوم القبض على قاتل العقيد محمد القدمي وسلمته للأجهزة الأمنية المختصة، وأوضح أحد ضباط الفرقة أن القاتل يدعى عبد الله علي البوني، وأنه برر جريمته بأنها مجرد ثأر قبلي بينهما. وكان العقيد محمد القدمي توفي يوم أمس متأثرا بجراحه بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته شرق شارع 60 غرب العاصمة صنعاء.
قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر أن المجتمع الدولي لا يزال اهتمامه باليمن قائما ويستعد لإجراء عقوبات ضد مسؤولين يمنيين. وأوضح ابن عمر خلال لقائه أمس الشيخ صادق الأحمر أن مجلس الأمن يرى أن تتم عدة نقاط على رأسها استكمال هيكلة الجيش وإخراج المعتقلين وإقرار قانون للعدالة الانتقالية، مبديا أسفه من تأخر إقرار القانون الذي قال إن هناك عرقلة من قبل مسؤولين في الحكومة لإصداره. وألمح ابن عمر إلى أن هناك نقاشا حول حل مجلس النواب منتهي الصلاحية، مشيرا إلى أن المخلوع سيغادر اليمن قريبا. لقي ما لا يقل عن 10 مسلحين من القاعدة مصرعهم وأصيب آخرون في سلسلة غارات جوية للطيران الحربي اليمني استهدفت تجمعا لتنظيم بمديرية المحفد محافظة أبين. وقالت مصادر محلية في أبين إن الطيران اليمني شن أكثر من 4 غارات على مواقع وشعاب يتحصن فيها مسلح القاعدة بمنطقة وادي ضيقة مديرية المحفد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين وإصابة نحو 6 آخرين. وكان مسلح القاعدة أقاموا عددا من المراكز لهم في وادي ضيقة والوديان المجاورة في سلسلة الشعاب الممتدة من المحفد إلى ثعوبة بمديرية موديا شرقي محافظة أبين بعد فرارهم من مدينتي زنجبار منتصف الشهر الماضي. يواصل مجلس شباب الثورة الشعبية في صنعاء وتحت عنوان نحو المؤتمر الوطني الأول لشباب الثورة الشعبية برنامج الحلقات النقاشية المقرة حول دور الشباب في المرحلة الانتقالية ورسم ملامح اليمن الجديد. عقد اتحاد شباب الضالع مؤتمرا صحفيا يوم أمس في ساحة التغيير بصنعاء بشأن الحوار الوطني الشامل ومتطلبات نجاحه. وعبر الاتحاد عن احتجاجه على إقصائه في مرحلة التواصل على طريق الحوار الوطني، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من مكونات هذا الوطن وأن الحوار يجب ألا يستثني أحد. اختتم ملتقى صناع الحياة اليوم بصنعاء فعاليات ورشة العمل الخاصة بالإعلاميين حول التعريف بمشروع النافذة الواحدة ووحدة الشكاوى الذي أطلق عليه مشروع استجابة الورشة، استمرت 2 يوم تلقى المشاركون خلالها عددا من المحاضرات النظرية والتطبيقية حول نظام النافذة الواحدة ووحدة الشكاوى وآلية المراقبة والتقييم لهما وهدف مشروع النافذة الواحدة إلى تعريف المشاركين بالآليات والوسائل الكفيلة بالقضاء على الفساد المالي والإداري وتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل إجراءات المستثمرين وتقديم الخدمات الاستثمارية في أقل وقت ممكن وأقل تكلفة وأعلى جودة. بعد قيام ثورة الشباب الشعبية السلمية تنفس أبناء اليمن الصعداء وخرجوا إلى الأماكن العامة جاهرين بمظالمهم ومتحررين من وطأة نظام كمم أفواههم، فتحولت ساحة رئاسة الوزراء إلى ساحة للمطالبة بالحقوق والحريات. الزميل علي عزي زار ساحة الحرية ووافانا بالتقرير التالي. بعد الإطاحة بنظام أهلك الحرث والنسل خلال 3 عقود من الزمن بثورة شبابية شعبية سلمية قامت ضده ونهجه وجبروته، أصبحت ساحة الحرية بالعاصمة صنعاء أمام مبنى رئاسة الوزراء على موعد شبه أسبوعي باحتجاجات اجتمعت في مضمونها على مطالباتها بحقوقها وحرياتها، مطالبين رئيس حكومة الوفاق الوطني بإلزام مرؤوسيهم في جهاتهم تنفيذ اللوائح والقوانين. فهنا افترش موظفو وزارة الشباب والرياضة التراب يشكون إدارة فاسدة تهلك الحرث والنسل في الوزارة وتتلاعب بالمال العام. وهنا يحتج طلبة وموظفو المعهد الوطني للعلوم الإدارية على تعيين إدارة لا تتقن إدارة المعهد ولا تفكر في حل مشاكل الطلبة. مطالبنا تتلخص فيما يلي: أولا إقرار وتطبيق نظام العمل الذي تم
اعداده من قبل لجنه مشكله من وزاره الخدمه المدنيه والمعهد الوطني وتحت اشراف وزير الخدمه المدنيه. ثانيا مطلبنا ايضا تعيين قياده وعماد المعهد الوطني للعلوم الاداريه من ابنائه. وهنا يصرخ ابناء محافظه الحديده رافعين اصواتهم ليسمعها رئيس البلاد وحكومه الوفاق، فيحلون قضاياهم ويلتفتون الى محافظتهم محملين مدير امن المحافظه المسؤوليه الكامله عن العبث والفوضى بالمحافظه ونهب ممتلكات مواطنيها. وهنا يشكو مالكو باصات الاجره من فساد النخر ولا يزال في جيوبهم واجسادهم. نشتي ارقام للباصات، ما رضوش يرقم لنا باصات 2004 و2005، قالوا ممنوع، وهين قد دخلين قبل الجمارك. وهنا 83 مهندسا نفطيا تعيينهم وتثبيتهم في وظائفهم، لكنهم لم يثبتوا ماليا كما يقولون. لا احد يعلم او يقرأ فنجانا يبشر هؤلاء برحيل مأساتهم وحل قضاياهم، لكنهم يعورون على حكومة الوفاق وثورة الشباب السلمية. علي عزي من امام رئاسة الوزراء، صنعاء. نظم عمال وموظفو الحدائق والمتنزهات العامة في صنعاء وقفة احتجاج امام رئاسة الوزراء للمطالبة بتثبيتهم واعتمادهم ماليا واداريا في وظائف حكومية اسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم، خاصة وأنه قد مر على بعضهم أكثر من 10 سنوات في العمل دون تثبيت. أنا قد لي 18 سنة وعي معي عقد من المسوري، وكل ما جاء من عامين طلبوني باسم ملف، وكل ما عامين أدي له ملف، والآن 18 سنة ومن قبلي قد أكثر من 20 سنة مش تثبيت، مش حقوقنا الصدق. نحن الإدارة العامة والحدائق للأمانة نحن مظلومين، سائل من الوعودات الكاذبة، سائل من المماطلات. 12 سنة بالله عليك، يعني الموظف أو العامل يتمنى أن يتثبت أو يترسم جيزة من جيز أي موظف بأي دائرة بأي يعني بأي قطاع. عون ميليشيات الحوثي صباح اليوم على اعتقال الأستاذ محمد عبد الله الرازحي وكيل مدرسة الشهيد حسن برازح، واقتادته إلى أحد معتقلاتها السرية في جبال رازح. هذا وكانت ميليشيات الحوثي قد اعتقلت 5 مزارعين من أبناء بني حذيفة بمديرية مجز قبل 3 أيام لرفضهم دفع أموال يسنها الحوثي عليهم تحت مسمى الزكاة وصندوق سبيل الله. المزارعون الذين جرى اعتقالهم هم مبارك حسين ناشر ومحمد جابر الشيعي وصالح جخذب وسالم أحمد سالم الشيعي وعبد الله صالح جبار الحذيفي. أهالي المواطنين ناشدوا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية واللجنة العسكرية بوضع حد لتعسفات وانتهاكات ميليشيات الحوثي لحقوق الإنسان. التقت المكونات الثورية والوطنية بمحافظة صعدة أمس مع لجنة التواصل الرئاسية لمناقشة قضية صعدة وآليات التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني القادم. وفي اللقاء الذي حضره مجموعة من المشايخ والوجهاء والمثقفين من مختلف الاتجاهات بمحافظة صعدة، أكد الحاضرون على ضرورة التهيئة لمناخات الحوار بمحافظة صعدة، وفي مقدمتها بسط نفوذ الدولة على المحافظة ونزول اللجنة العسكرية والأمنية لتقييم الوضع ورفع النقاط المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي. كما عبر الحاضرون عن رفضهم لمشاركة الحوثي في الحوار ممثلا لقضية صعدة، بينما ميليشياته هي التي تقوم بالجرائم والانتهاكات التي يندى لها الجبين. وفي الاجتماع أوضح الدكتور عبد الكريم الأرياني رئيس التواصل بأنه لن يتم قبول الحوثي في مؤتمر الحوار كممثل لصعدة، مؤكدا تمثيل كافة أبناء محافظة صعدة بجميع مكوناتهم الثورية والوطنية والشخصيات والوجهات الاجتماعية. كما لفت الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس لجنة التواصل إلى أن ما تم طرحه بخصوص الحوار سيتم التعامل معه بإيجابية، وما يتعلق بعمل الحكومة والدولة فسيتم نقله لرئيس الجمهورية لتتولى جهات الاختصاص اتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك. عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث المنصورة اجتماعا لها اليوم يوم أمس برئاسة المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن. أوضح بأنه مع حق التعبير السلمي عن الرأي مهما
مهما كان نوعه، مؤكدا على عدم التساهل مع اتخاذ حرية الرأي كوسيلة للإضرار بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى المسلحة والعنف. وأضاف محافظ عدن بأن السلطة المحلية صبرت كثيرا على عبث من أسماهم بالمسلحين على مدى 100 يوم حرصا على حياة الناس، غير أن تماديهم اضطرت اللجنة الأمنية إلى ممارسة مهامها في حفظ الأمن حتى لا يصبح سكان المنصورة أسرى لمسلحين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد. من جهته اقترح نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي وعضو مجلس النواب صالح بن فريد العولقي مشروع تهدئة تسحب على إثرها القوات الأمنية من المديرية وتعود الساحة للنشاط السلمي فقط، على أن يضمن النائب بن فريد عدم عودة المسلحين للمديرية أو قطع الطريق، وعلى الدولة متابعة المطلوبين أمنيا وفقا للنظام والقانون. أعلن عدد من أعضاء الكادر الأكاديمي بكليتي الهندسة والتربية بجامعة عدن عن تضامنهم الكامل مع اعتصام الموظفين الإداريين بالجامعة والذي يدخل يومه 15، والمطالبين برحيل قيادة الجامعة وإعطائهم حقوقهم إسوة ببقية الجامعات. وحذر المشاركون في الاعتصام من الاستمرار في تجاهل مطالبهم، مؤكدين استمرارهم بالتصعيد حتى ينالوا حقوقهم كاملة. طبعا الجامعة مرت بمراحل عديدة كان فيها نوع من المساواة في فترة سابقة، لكن في الفترة الأخيرة أجحف بحق الموظفين في أشياء كثيرة. فبينما زملائنا في جامعات أخرى بعد جامعة عدن فترات طويلة تأسست وتكونت مستحقات، بينما جامعة عدن لم ينظر إليها أحد، لا من قيادة الجامعة ولا من قيادة الكليات ولا غيره، ولم يتضامن معنا إلا قلة من الأكاديميين الذين نتمنى أن يكونوا أساس اكتثاث الفساد ورفع وتيرة التعليم في الجامعة كونها أقدم وأعرق جامعات اليمن. تحت شعار مصورون من قلب الثورة وفي سبيل الارتقاء بالعمل الإعلامي لشباب التغيير بمحافظة تعز، نظمت خلال الأيام الماضية دورة تدريبية في فنون التصوير الفوتوغرافي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. دربت الثورة الكثير من الشباب في مجالات مختلفة ومنها التصوير والتوثيق، فأظهروا الثورة وشبابها في أجمل صورها. اليوم أحبوا أن تكون أعمالهم على أعلى المستويات، فتوجهوا إلى التأهيل لتكون صورهم بمواصفات مهنية عالية واحترافية، وكل صورة لها رسالة. كل واحد من هذه المشاريع معه رسالة، كل مصور معه رسالة محددة إيش يتكلم عنها وقضية إيش يناقشها، فأشوفها خلال حقهم المشاريع. شباب الثورة توجهوا بالصورة الآن إلى خدمة المجتمع وشرائحه وإظهار ما يعانيه مجموعة كبيرة من هذا المجتمع، حتى يعرف الكل قيمة هذه الشريحة ويقدرها. نريد أن نوصل إلى شريحة من المجتمع لتعبر عن حياتهم اليومية، فكثير من المصورين زاروا عدة شرائح، أنا قمت بزيارة أحد هذه الشرائح الاجتماعية وهي حياة بنشري بالعامية، حياته اليومية كيف يتم تغيير إطار سيارة، والصور تستطيع أن تشرح هذا باختصار. بدأ شباب الثورة بالذهاب إلى قراهم والنظر إلى مشاكلها وإبرازها للمجتمع والناس، حتى تجد الاهتمام والتعليم وعدم الإهمال، وخاصة بعد الثورة الشبابية السلمية. كوني واحدة يعني من طالبات الآتية من الريف، حبيت أن أظهر دور فتيات من قريتي ومن الريف يعني تبعنا، عشان أوضح كيفية وأعكس صورة بما بإهمال النظام وإهمال الجميع للمناطق القروية. استعرض الشباب مشاريعهم المختلفة التي نالت إعجاب الجميع واندهاشهم منها لتنوعها ووصولها إلى زوايا الريف وأعماق المدينة، وستجد هذه المشاريع الدعم لبناء العمل المهني وخدمة المجتمع. نحن هنا نرعى مثل هذه الفعاليات ونأخذ على عاتقنا الاستمرارية في هذا الجانب، ونحن بإذن الله تعالى
متبنين لمثل هذه المشاريع بإذن الله في أي مجالات قادمة خدمة للمجتمع ومساهمة منا في التطوير والأداء المهني والأكاديمي والشراكة المجتمعية. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. خرجت مسيرة حاشدة صباح اليوم من ساحة التغيير بمدينة عتق للمطالبة بإقالة الفاسدين من المرافق الحكومية، ونظم ثوار شبوة وقفة احتجاج أمام منزل محافظ المحافظة للمطالبة بسرعة تغيير القيادات الفاسدة وتحقيق التغيير الملموس الذي قامت الثورة من أجله. يا فاسد حان التغيير، هذا القرار الأخير، ما هو مطلب الثوار؟ مطلبهم واحد، تغيير الفاسد. الثوار مطلبهم واحد، مطلبهم تغيير الفاسد. الثوار مطلبهم واحد، مطلبهم تغيير الفاسد. والثوار مطلبهم واحد، مطلبهم تغيير الفاسد. أقام منتدى الصحفيين والكتاب بالمركز الإعلامي بمحافظة إب ندوة عن جرائم العائلة بحق الشهداء والجرحى لنخبة من القضاة والمحامين. القاضي خالد الشريف أكد أن انتهاكات الرئيس المخلوع للدستور ومواده أسهمت في إضعاف القضاء والسلطات وغياب العدل وانتشار الظلم واستغلال الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية لخدمة أهدافه في محاولة للقضاء على الثورة. المحامي أحمد نعمان من جانبه تحدث عن جرائم عائلة صالح بحق الإنسان، مستعرضا الأبعاد القانونية لمجزرة الكرامة كنموذج لتلك الجرائم. وقد أثريت الندوة بالعديد من النقاشات من قبل سياسيين وقانونيين وقيادات في شباب الثورة وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعدد من مراسلي وسائل الإعلام المختلفة. تعزيزا لدور المرأة وتمكينها من المشاركة في صناعة القرار، نفذت جمعية الهدي الخيرية بمحافظة إب وبشراكة مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي برنامج تدريبي على مدى 7 أيام يهدف لإكساب المرأة المهارات القيادية. ويستهدف البرنامج قيادات العمل النسوي بمنظمات المجتمع المدني، ويأتي في إطار إشراك المرأة في مختلف جوانب الحياة وبما يواكب تطلعاتها وحضورها الفاعل في ثورة 11 فبراير. حرصنا أن تكون هناك علاقة بين منظمة المجتمع المدني مع المرأة في داخل المجتمع، ولذا أقيمت مثل هذه الدورات لتطوير المرأة وتطوير أدائها في المجتمع المدني. طبعا بداية هذه الدورة يعني ليست الوحيدة التي تقيمها جمعية الهدى وبالشراكة مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هي يعني هذا يعني عملها المستمر والمتكرر من الاهتمام بالمرأة وتنمية الكوادر الاجتماعية التي تخرج إلى المجتمع ويعني زيادة وتنمية المهارات. من جهة أخرى، شهد المركز الثقافي بمدينة إب حفلا فنيا بمناسبة تخرج دفعة أشعة التغيير لطلاب المعهد العالي للعلوم الصحية قسم أشعة. تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والمسرحية التي نالت استحسان الحاضرين. شهدت مدينة الحديدة مهرجانا جماهيريا وفنيا كبيرا ليلة أمس الثلاثاء تحت شعار الأقصى يجمعنا، والذي أقامته المنسقية العليا للمنظمات والمبادرات الشبابية بمحافظة الحديدة. مهرجان الأقصى الذي أقيم في مدينة أرض الأحلام حفل بالكثير من الفقرات الإنشادية والمسرحية التي دعت العرب والمسلمين إلى التوحد حول الأقصى الذي يتعرض لمخاطر الهدم من قبل الكيان الصهيوني، ولكون القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين وقضية الإنسانية العادلة. الحفل الذي كان بمبادرة شبابية تم فيه فتح التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك إسهاما من أبناء محافظة الحديدة لدعم صمود إخوانهم المحاصرين في قطاع غزة. تحت شعار جرح الشاب
ألم اليمن، أقامت اليوم اللجنة الشعبية لنصرة الشعب السوري بالتعاون مع تنسيقية الثورة السورية في اليمن المهرجان التضامني مع الشعب السوري البطل. وفي المهرجان جرى استعراض جانبا من المآسي التي يمر بها الشعب السوري، وشدد المهرجان على نصرة الشعب السوري كلا من موقعه مع تنظيم مظاهرات مليونية مساندة للشعب السوري. اختتم مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية في القاهرة أعماله بوثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية، ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا ما بعد بشار، وهي العدالة الديمقراطية والتعددية. وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين. وأكد المجتمعون على دعم الجيش السوري الحر ودعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية. الهيئة العامة للثورة السورية من جهتها كانت أعلنت أمس انسحابها من المؤتمر، وبررت الهيئة قرارها بأنه في ظل التصعيد الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الأسد أودى خلال الثلاث الأيام الماضية بحياة 300 شخص، يصبح الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه العجز الدولي عن اتخاذ موقف واضح من نزيف الدم السوري، حيث سقط أكثر من 300 شهيد خلال النصف الأول من الأسبوع الجاري. ثمة تحديات بالجملة تقف في طريق الرئيس المصري محمد مرسي، بالإضافة إلى تركة ثلاثة عقود من الفساد وأزمة الثقة بين القوى السياسية. تعمل فلول النظام على صناعة مزيد من العوائق في محاولة لكبح قطار التغيير، إلا أن هذا الواقع المعقد والحساس لم يفت من عزيمة الرئيس القادم من حنايا الثورة وأحلام البسطاء، فشرع في إنجاز المتاح على طريق تطويع المستحيل وهندسة النهضة في مصر. الزميل خالد العلواني يحاول مقاربة المسافة الفاصلة بين تعهدات الرئيس مرسي وصيرورتها واقعا ملموسا. من يرتكب الجريمة يعاقب عليها بالقانون. لم يرد الرئيس محمد مرسي لبرنامجه النهضوي أن يكون مجرد وعود تتبخر على صفيح الأيام التي تقتات من أعصاب المصريين وسكينتهم، فأطلقها حزمة عهود تشكل متن العقد الاجتماعي القائم بينه وبين الشعب المصري المواثق منهم والمعارض على حد سواء. فهو كما أكد في خطابته المتعددة يقف على مسافة واحدة من أبناء الكنانة مسيحيين ومسلمين، غير أن ما يحسب لهذه المسافة أنها خالية من واقي الرصاص والأبواب الموصدة والحراسات المشددة. إن كفاءة الجهاز الاتصالي الرأسي والأفقي بين القيادة السياسية والشعب أحد أبرز شروط استقامة الخطى وتأطير حركة الحاكم وضمان السير وفقا لبوصلة الإرادة الشعبية، يقول خبراء في الفقه الدستوري، كما تؤكد روح قواعد ومعايير الحكم الرشيد. وليس أقل مما سلف فاعلية سريان سلطة الرأي العام ووعي الجماهير بحقوقها وواجباتها وحرصها الدائم على العيش في مستوى العصر. تعهد مرسي بإنهاء خطيئة التفرد وتحويل الرئاسة إلى مؤسسة مع إرساء مبدأ الشراكة الوطنية والاستفادة من كل الطاقات والكفاءات الوطنية في عملية الإقلاع بمصر إلى فضاءات التقدم والعيش الكريم، كما تعهد بجعل مصر قوية بتلاحم شعبها وجيشها وإنعاش الاستثمار والصناعة ومعالجة الفوضى التي أصابت النظام الاقتصادي طوال حكم المخلوع حسني مبارك،
وعلى المستوى الخارجي تعهد مرسي باستعادة دور مصر الرائد والحفاظ على الأمن القومي المصري بعمقه الأفريقي والعربي والإسلامي، وشطب مفردة التبعية من قاموس شبكة علاقات مصر الخارجية. وأعلن وقوف مصر الدولة والشعب مع حق الشعب الفلسطيني الساعي لاستعادة حقوقه، وشدد على ضرورة وقف حمام الدم ووقف المجازر التي تجري في حق الشعب السوري المطالب بالحرية والتغيير. الجديد في هذا السياق أن بعضا من تعهدات الرئيس مرسي صارت حقائق على الصعيد السياسي والاجتماعي والدوري الإقليمي، فالتوافق بين القوى السياسية هو الروح الغالبة، ومساعي التخفيف عن كاهل الشعب بدأت برفع نسبة الضمان الاجتماعي، فيما المعارضة السورية تعقد مؤتمرا لها في القاهرة على طريق إيقاف جرائم الإبادة والاستجابة لإرادة الشعب السوري الثائر. حين تصدق النية يغدو القول فعلا ناجزا، والإرادة حقيقة ماثلة دون حاجة إلى متسع عقود وسنوات، بل إن عدة ساعات وأيام كافية لصيرورة كثير من الوعود والتعهدات واقعا يلمسه كل المعنيين، وذلك ما تشهده وتشهد به الوقائع في أرض الكنانة بعد اعتلاء الدكتور محمد مرسي سدة الحكم. ويبقى الجميع في انتظار القادم ومدى قدرة الرئيس على الوفاء بجملة الوعود والتعهدات في مختلف المجالات والأصعدة. مشاهدينا الكرام، في ختام النشرة لم يبقى إلا أن نذكر بأهم ما جاء فيها من أنباء. المجتمع الدولي يستعد لعقوبات ضد مسؤولين يمنيين، وأنباء عن توجه لحل البرلمان. صنعاء، مسيرة حاشدة تحذر من محاولات الالتفاف على أهداف ثورة الشعب السلمية. اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث المنصورة تجتمع في عدن. 300 شهيد في 3 أيام بسوريا، ومؤتمر المعارضة السورية يختتم أعماله في القاهرة. في الختام مشاهدينا الكرام، نترككم مع نشرة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة. وقت ممتاز.